الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون. شركاء متشاكسون، هكذا يوصف مجلس السراج المعترف به دوليا، والذي يلتزم بقرارات مجلس الأمن واللقاءات الدولية، والتي بدورها تتضارب مصالحها وتتصارع فيما بينها. فبعضها يريد تصدير النفط عبر المؤسسة الموازية، فتسارع أمريكا بإرجاع لطرابلس، وتقرر باريس انتخابات آخر العام، فيأتي لقاء روما ليطالب بالتأجيل، فيعود مجلس الأمن للحديث عن الانتخابات، وتأتي معاناة المواطن واستقرار ليبيا في آخر اهتمامات القوى الدولية. ولذا لا نستغرب التضارب والانقسام في المجلس الرئاسي المقترح من البعثة، فهو تعبير عن صراع النفوذ واستغلال الفرص للكسب المادي وخدمة من يهمه الأمر. ومن هنا نطرح التساؤل حول مغزى انسحاب فتحي المجبري في هذا التوقيت، وبعد أن قضى في طرابلس أكثر من 3 سنوات يمارس هوايته بدون إزعاج. تحولت طرابلس في نظره بين عشية وضحاها إلى مدينة الميليشيات، فخرج منها إلى بنغازي حيث الأمن والأمان الذي تمتع به في فندق الفضيل. حول انقسامات المجلس الرئاسي وتأزم الحالة السياسية هو موضوع حوار هذا المساء، تابعونا بعد هذا التقرير. توقيع الاتفاق هو بداية لرحلة شاقة تحتاج إلى توافق ليبي ظهر في التوقيع على الاتفاق. يبدو أنها رحلة شاقة، يعلم مبعوث الأمم المتحدة كوبلر مساراتها مسبقا، وكيف لا وهي مرتهنة بإرادة من لا يعبأ باستقرار الوطن، ومعايير اختيار حكومتها جاء وفق تجاذبات سياسية ما فتئت تزيد الوطن تشظيا وانقساما. رحلة بدأت بالدخول عبر بحر متلاطم الأمواج، وقارب تسارع ركابه بالقفز منه تباعا، ما بين من يذرف الدموع وهو يعلن فشله. أن أعلن الشعب الليبي عن استقالتي من المجلس الرئاسي اللي فشلت. وبين من يغادر لأسباب لم تكن مقبولة لدى كثير من المراقبين، وقد شابت الريبة دلالة توقيتها كمغادرة الأسود والقطراني من قبل، ثم أخيرا فتح المجبري. بالنسبة لنا انتهز هذه الفرصة، وأعلن في هذا اللقاء أنني أنسحب من حكومة الوفاق الوطني. انسحاب المجبري رآه البعض تمهيدا لدعاوى الانقسام التي خرج المجبري من عباءتها حين كان من ضمن المكتب السياسي لإقليم برقة، بينما رآها البعض الآخر أنها رسالة تحمل في مضامينها دعوة لبيان عجز الرئاسي الذي كان المجبري أحد أعضائه وأكثر المعرقلين لكثير من قراراته، بل من أكثر المهتمين بالفساد المالي حسب ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، والذي غادر دون أن يضع إجابات شافية تبرئ ذمته المالية. يغادر فتح المجبري الذي امتاز كما يرى كثير من المتابعين لسيرته بالقفز من مركب إلى آخر، وكثير من التساؤلات تثار حول ما وراء هذا الانسحاب، وكيف سيكون وضع المجلس الرئاسي بعد أن عجز عن أن يلملم شتاته، فضلا عن لم شتات الوطن الذي بات يعاني الأزمات تلو الأزمات، وقد جاء لأجل وضع حلول عاجلة لها، مراهنا على سباق الزمن الذي كشف عجزه وفشله كما تشهد طوابير المعاناة أمام المصارف ومحطات الوقود، بل بلغ الأمر منتهاه ليصل رغيف الخبز وقد غابت الكهرباء عن إنضاجه مع بقاء غلاء أسعاره. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات حوار المساء، ونرحب بضيوفنا الكرام الأستاذ الدكتور محمد فؤاد الناشط السياسي، وعبر سكايب، وأيضا عبر سكايب الدكتور فرج دردور الناشط السياسي كذلك، وسينضم إلينا الأستاذ مروان الدرقاش عبر مكتبنا أو عبر الأقمار الاصطناعية. نرحب بضيوفي الكرام، وأبدأ بك دكتور فؤاد. بداية دكتور، ما هي المعايير التي اختير على أساسها المجلس الرئاسي المقترح؟
بسم الله، تحية لك وللضيوف الكرام ولكل المشاهدين. الكل يعلم ان المجلس الرئاسي تم اختياره تقريبا يعني من قبل مبعوث الامم المتحده انذاك السيد برناردينو ليون. استغل ليون غياب المؤتمر وغياب البرلمان عن الجلسه النهائيه، واستطاع التحكم في المشهد وتسميه اعضاء المجلس الرئاسي. في الاول كما يعلم الجميع سمى ثلاثه اللي هم النجبي ومعيكيب والسيد السراج، ثم بعد ذلك قام هو وكوبلر بتوسيع المجلس الرئاسي لارضاء حفتر، وضم اللوتراني واضاف ايضا تجمان وموسى الكوني والاسود عمر الاسود. عمر الاسود طبعا لانه هو نائب وزير دوله وليس عضوا يعني نائبا في المجلس الرئاسي. نعم، هذا هي تشكيل المجلس الرئاسي، والكل هذا يعني لا خلاف فيها ان ليون هو من سمى المجلس الرئاسي لا احد غيره. الاختيارات كانت لاسباب سياسيه واسباب اخرى. فمثلا اختيار السراج كان السبب الرئيسي ليه انه ليس له اعداء وانه من طرابلس، وهذه كانت نقطه مهمه جدا يعني بالنسبه لي. المشبري انذاك كان بسبب اطلاق النفط والجدران، وكما يعلم الجميع بسبب العلاقه القطريه الجدران كان المشبري كان قريبا جدا من الجدران، وهذا هو السبب الرئيسي تمت تسميته. السيد احمد معيديك تم تسميته لانه من مصراته. طيب دكتور فؤاد الملاحظ ان المجلس الرئاسي المقترح ربما في مسيرته طيلة تواجده في طرابلس هذه السنوات لم يكن منسجما بين أعضائه، لم يكن هناك انسجام، بل كانت هناك أيضا عراقيل كل يعني يصرح خلاف الآخر، أحيانا تصدر بيانات بدون توقيع وأحيانا بتوقيع طرف واحد. يعني إلى ماذا تعزو مثل هذا التناقض؟ طبعا التوجهات مختلفة. يعني هو أولا المجلس الرئاسي كانت الخطة الأساسية أن يكون من ثلاث من ثلاث أفراد فقط، رئيس ونائبين. توسيع المجلس الرئاسي إلى خمس أعضاء أو سبع أعضاء أو غيرها، هذا لا شك أنه يعني كان سيدخل أشخاص من توجهات مختلفة تماما ومصالح، والأهم مصالح مختلفة، وهذا ما حصل. والكل يعلم أن هناك أزمة سياسية، والأهم من الأزمة السياسية أن هناك مصالح ومصالح اقتصادية بين الأعضاء. فكان من المتوقع جدا ان يكون هذا هو مصير العمل، مصير المجلس الرئاسي. اضف الى هذا ان معظم اعضاء هذا المجلس او جلهم يعني لا يمتلكون اي خبره سياسيه. فمثلا السراج لم يكن الا عضو في البرلمان، لم يكن معروفا باي نشاط سياسي لا قبل الثوره ولا بعدها ولا حتى بعد فبراير، الى ان اصبح عضو في البرلمان. وحتى عندما كان عضوا في البرلمان لم يكن له صوت، يعني وهذه كانت احد احتجاجات عقيله صالح السراج. نعم. يعني قال انا ما عمري ما شفته ولا نعرف ان هذا الشخص كان عضو في البرلمان. هذه من ناحيه. المشبري نفس القضيه، رغم انه هو كان له دور على الاقل اداري وسياسي في المرحله السابقه، وخصوصا انه كان ممثل حقيقه لاقليم برقاء. توجه المشبري الجهوي كان واضح من اول يوم يعني. وهو اصلا جاء على خلفيه توجه الجهوي. نعم. وهكذا يعني هذا هو. نعم. طيب. وهذه التركيبه. وليس بغريبا يعني انه مختلف من بعضه، بالعكس. هذا المتوقع. يعني احنا كنا حنتفاجئ لو كان فيه اي انسجام بين هذا المجلس الرئاسي. نعم. اريد ان اضيف نقطه يعني ان في بدايه قبل لا يوصل المجلس الرئاسي الى طرابلس اجتمع فيه بعض المبعوثين الدوليين لمحاوله نقاش الحلول المقترحه لليبيا. خرج احد المبعوثين وهو مهم يعني شخص مهم، قال إذا كنتم تعتمدون على هؤلاء لإخراج ليبيا من أزمتها فأعتقد أنكم مخطئون تماما، هؤلاء لن يستطيعوا القيام بأي إجراء سليم، ولا يملكون أي رؤية، ولا يمكن الاعتماد عليهم في أي شيء. هذا الكلام كان في نهاية سنة 2015، والواضح أن كلام المسؤول الدولي هذا كان صحيح جدا، وأنا قراءته للوضع وقراءة الأشخاص الموجود في المجلس الرئاسي كان صحيح. طيب انضم الينا الاستاذ مروان درقاش الناشط السياسي عبر الاقمار الاصطناعية، نرحب به. ولعلي اوجه السؤال الى الدكتور فرج دردور. دكتور فرج، ربما هنا يعني ليس انسحاب المجبري هو الاول،
بل كانت هناك يعني قبله مجموعة من أعضاء مجلس الرئاسي قد أعلنوا انسحابهم على فترات ربما. لكن لو تحدثنا عن انسحاب المجبري، يعني بعض المراقبين يعني يرى بأن المجبري ربما تأخر في انسحابه، وأن ما برر به قضية الميليشيات التي تحكم العاصمة، يعني هذا أمر معروف من قبل أن يأتي إلى طرابلس، فكيف تعلق؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام ولضيوفك أيضا. أنا في الحقيقة بالنسبة للسيد المجبري واضح يعني خروجه من طرابلس أتى متزامنا مع الحديث عن مساءلات وتحقيقات فيما يتعلق بالأموال، وهو معروف يعني هو يعني كان مسؤول بالدرجة الأولى على الملف الأمني، وأنا أعتقد أنه ارتكب بعض الأخطاء الخطيرة الجهوية فيما يتعلق بتقاسم الثروات، وخصوصا فيما يتعلق بالتعيينات، حيث تقريبا عرر يعني مرر بقيمة 8 مليار 4 مليار سنويا لمرتبات في المنطقة الشرقية، وهذا ما أتاح للتعيينات تقريبا إلى غاية 2017، أضف إلى ذلك تعيينات الكثير من الموتى والأطفال والعجزة ما إلى ذلك، بينما في المناطق الأخرى بقى الحال على ما هو. تقريبا 2014 ما زال لغاية الآن شباب لم يتعين، وبالتالي حقيقة اشتغل، وهذا لم يكن حقيقة سرا، حيث كان على الأقل في لقاء في على أحد القنوات مع أحد أعضاء النواب كان معي، اعترف صراحة، قال السيد المجبري استطاع أن يأتي لنا ببعض حقوق برقة. إذا دكتور فرج، الآن كأنك واضح يعني أن المجبري وهو في مجلس الرئاسي ومقيم في طرابلس لا يشتغل إلا لصالح جزء من الشعب الليبي بدون مراعاة للباقين. لا شك في هذا واضح جدا حقيقة، وكان يبتز في المجلس الرئاسي بموضوع عدم الانقسام، و يعني أن نحاول أنه يتفاوض يتواصل مع الفيدراليين، وللأسف الشديد المجلس الرئاسي كان ضعيفا جدا، وكان يحاول بقدر الإمكان أن يلملم أو لا تحدث إشكالية انفصال أو شيء من هذا القبيل، وهي حقيقة كانت عبارة عن فقاعات تستخدم للابتزاز، ونحن لاحظنا في فيديو مسرب كيف كان يوزعون الأدوار ما بينهم لعملية الضغط، وهي في الحقيقة ليست حقوق بارقة على فكرة، هي حقوق للأشخاص الذين يطالبون بها، أو الذين كانوا النواب الذين كانوا يطالبون بحقوق بارقة، وهم حقيقة يضمونها لأنفسهم ولعائلاتهم، حتى التعيينات لم تكن للناس عامة الناس الفقراء في مناطق المنطقة الشرقية، وإنما كانت حقيقة كلها واسطات ومحسوبية، و يعني انت عارف الوضع. نعم. هناك القبل. طيب. لكن دعنا. طيب. المشكله ليست في هذا. نعم تفضل. المشكله حقيقه في الاتفاق السياسي في حد ذاته. الاتفاق السياسي صمم على اساس التوافق وعلى اساس الهدوء، وانه ينهي حاله الحرب وينهي وضع الميليشيات، وتصبح البلاد مستقره امنه، ويؤدي ويكون جسر عبور لمرحله الانتخابات، هذا ما صمم عليه الانتخاب أو الاتفاق السياسي، ولهذا أتي بالسيد سراج كشخصية هادية لهذا الموضوع. لكن للأسف الشديد، وأنا كنت متابع جدا لهذا الاتفاق منذ بداياته، من الناحية العلمية حقيقة أن جميع الضوابط اللي ضعت في الاتفاق السياسي كانت علمية موضوعية، سواء كان من اختيار المكان وهو الحدود في حالة وجود حرب، سواء كان من المشاركة توسيع دائرة الحوار بين الأطراف، سواء كان من راعي للحوار الذي كان يقوم بدور التواصل بين هذه الأطراف، سواء كان من إعطاء كلمات وفرصة الحديث للجميع، بحيث أنه لم يشتكي أحد بأنه لم يدلي برأيه أو لم يأخذ برأيه، وبالتالي نعتقد أن الأمم المتحدة قامت أو طبقت جميع المعايير المتعلقة بضوابط الحوار، أنا أؤكد هذا الشيء. لكن للأسف الشديد
طيب على ما يبدو هو ليس موضوعنا الآن حقيقة اتفاق سياسي. النقطة هذه بس. نعم النقطة هذه بس سمحتي. طيب تفضل. نبهها فقط. لكن على ما يبدو أن هناك طرف حقيقة عندما دخل الحوار لم يدخل بنية أنه يريد أن يدخل على طاولة الحوار وسوف يرجع بأقل مما هو كان يتوقعه اعتبار أنه اكتشف من خلال الطاولة بأن هناك حقوق ليس له، وإنما كان مضطرا لأنه في تلك الفترة كان ضعيفا. طيب دكتور لحظة، نحن لحظة دكتور فقط، لا نريد الآن نقاش حول الاتفاق السياسي، ولكن كانت هناك كثير من الخروقات التي قام بها برناردين ليون من حتى الآلية الحوار، لم تكن حوارا مباشرا بين أطراف ليبيا، إنما كان ينقل الآراء بينهم، وأيضا ما رشح بعد ذلك من الرشوة الإماراتية لبرناردين ليون وطريقة اختياره، وأيضا حتى في تفاصيل وفقرات وبنود اتفاق الصخيرات كان هناك تناقضات كبيرة، وربما ليس الآن وقت طرح هذا الموضوع، لكن نريد العودة إلى قضية انسحاب المجبري وتخلخل هذا المجلس. الآن ربما المجلس الرئاسي المقترح هو واقع نعيشه الآن، ويهمنا كثيرا ما يحدث وما يجري بناء على تأثيره على مجريات الأحداث. السراج قام بقرار أو أصدر قرار بإيقاف كافة الإجراءات لأي أعمال أو قرارات جاري العمل على تنفيذها لها علاقة بالمجبري. هل هناك خشية من قبل السراج من هذه القرارات؟ هل استيقظ متأخرا؟ لا، هو حقيقة من الواضح إذا حاولت أن تفسر هذه الحادثة من الواضح أن السراج في الفترة الأخيرة صار يحس بأن السيد المجبري يعمل بشكل غير صحيح، وأنه يعمل بجهوية، وهناك شبهات فساد أيضا لربما صارت تظهر أمامه، وبالتالي حقيقة هذا يعني دلل عليه أنه عندما خرج المجبري لم يصدر حتى بيان ولم يستنكر ولم يقول أي شيء في هذا الموضوع، وكأنه استحمد هذه الحادثة وتخلص منه، وبالتالي سارع بسرعة لقفل مكتبه وبعض الإجراءات، لأنه يعلم أن هناك بعض الأمور موجودة خارج ليبيا لربما يكون في التصرف فيها، وبالتالي حقيقة هذا وضح أن هناك عامل ثقة كان مفقود بشكل كبير، وأن هناك خوف من بعض التصرفات التي كانت تحصل من السيد المجبري، وبالتالي سارع السيد السراج لإيقاف كل المعاملات المتعلقة به خوفا من يعني أن يحصل مثل أو ما فعل الحبري عندما حاول قرصنة المنظومة المصرفية بالمركزي، واستطاع أن يتحصل على بعض الأموال من أموال المؤتمر الوطني العام وبعض الأموال الأخرى والتي تم إيقافها فيما بعد. نعم. طيب أعود أو أنتقل إلى الأستاذ مروان درقاش الناشط السياسي. أستاذ مروان، هناك طبعا ما يعني شاهدناه في الفيديو المسرب من جلسة المجبري وبعض أعضاء مجلس طبرق، ربما أيضا صرح به زيادة غيم، قال بأن هذا الانسحاب هو بناء على أو ممارسة الضغوط على حكومة السراج للنظر في مطالب برقة. يعني عدنا إلى قضية التهميش وأن برقة حقوقها ضائعة وغير ذلك. في هذا الوقت هل ترى بأن هناك يعني نغمة التقسيم عادت من جديد؟ لا شك أن ما يتردد في هذا الاجتماع أو في هذه الندوة أو التسريبات التي هو كلام لا يمكن أن يحمل بأنه كلام سياسيين، وإنما هو كلام عصابة تريد أن تقتسم ليبيا وتقتسم ثروات ليبيا وتحافظ على مصالحها الشخصية، ولا يهمها وطن ولا يهمها حتى أقليم برقة لا تهمها، وإنما يهمها أن تكون هي في السلطة وأن تحافظ على مصالحها وعلى المناصب أكثر. السراج لا يملك أن يعطي لبرقة شيء غير موجود سواء كان في الإعلان الدستوري أو الدستور أو مقترح الدستور أو في الاتفاق السياسي. إذا اقتنعنا أن الاتفاق السياسي فعلا هو اتفاق بين الليبيين ويمكن أن يكون مرجعية، السراج وظيفته معروفة، هو رئيس المجلس الرئاسي محكوم باتفاق سياسي،
أيضا الأمور التشريعية ليست من شأنه، ولذلك كل ما يراد أو يريد أن يقوله هؤلاء من الضغوط على السراج لكي يحصلوا على تنازلات أو يحصلوا على مكاسب أخرى، هي أعتقد لا يمكن للسراج أن يعطيها لهم. ولكن واضح التخبط في سياسة مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس الرئاسي من المنطقة الشرقية، لأنهم بوصلتهم غير ثابتة. معروف أن بوصلة هؤلاء هي خليفة حفتر، ما يريده خليفة حفتر أو ما يمليه عليهم خليفة حفتر يفعلونه، وما يمنعه عنهم يتوقفون عنده. وعندما تكون البوصلة غير ثابتة ولا توجد سياسة استراتيجية أو سياسة معدة مسبقا ومتفق عليها، تكون التصرفات بهذه الفوضوية وبهذه الانتقائية وبهذه الازدواجية. يعني يوم يسكروا النفط يوم يفتحوه، يوم يعطوه لمؤسسة الوطنية النفط في بنغازي، يوم يعطوه لطرابلس، يوم يحطوا حاكم عسكري، يوم يحولوا حاكم عسكري، يوم السراج نشتغلوا معاه، يوم لا هو ما هو الشرعي. يعني حتى لفظة الانسحاب نفسها هي لا تعني الاستقالة، هو كأن يقول بأن رجل هنا ورجل هنا، لا أريد أن أبقى في طرابلس لأنه فعلا طرد من طرابلس، وفي نفس الوقت لا يريد أن يقدم استقالة. إذا أنت فعلا غير راضي على أداء المجلس الرئاسي ووصفته بالمهزلة، التصرف الصريح الصحيح يا فتحي المجبري أن تقوم بتقديم استقالتك، لا أن تظهر على الإعلام وتعلن انسحابك كما فعل أعضاء المؤتمر الوطني العام عندما انسحبوا، وهم الآن يتفاوضون أو يطالبون بعثة الأمم المتحدة أن تقوم بإرجاعهم إلى المجلس الأعلى للدولة. هذه الألعاب وهذه الحركات هي ليست حركات سياسيين في الحقيقة ولا وطنيين، وإنما مجرد أعمال فوضوية تشغيبية. طيب الغرض منها أستاذ فقط مروان. أستاذ مروان. محاولة الفافت النظر والقول نحن هنا. طيب أستاذ مروان، هل يمكن أن تؤثر مثل هذه الاستقالات أو الانسحابات على بين قوسين شرعية المجلس الرئاسي عند النظام الدولي؟ لا لا لن تؤثر. يعني عندما استقال الكوني، من يتذكر الكوني الآن؟ لا أحد يتذكر الكوني. وواضح جدا أن علي القطراني وأيضا الأسود الذي من الزنتان لم يلتحقا بالمجلس الرئاسي ويعتبران في حكم المقاطع، ومع ذلك لم يؤثرا على أداء المجلس الرئاسي السيء. يعني المجلس الرئاسي أداؤه سيء جدا فاشل، ومع ذلك مع عدم وجود هؤلاء الفاشلين معه أيضا يظل أداؤه فاشلا، ولا يؤثر أيضا على، لا أريد أن أقول اعتراف دولي، ولكن العمالة لهذا المجلس لدول معينة أو المجتمع الدولي. المجتمع الدولي لا يتهمه كثيرا مسألة التمثيل، إنما هو الآن متمسك بالاتفاق السياسي، وأرى أن الاتفاق السياسي هو النص الشرعي الوحيد، ولذلك يعتبر كل ما هو موجود تحت هذا الاتفاق هو الشرعي، وخارج هذا الاتفاق وغير شرعي. ولن يؤثر انسحاب المجبري ولا انسحاب القطراني، ولا لن يؤثر أيضا عدم اعتراف مجلس النواب بالمجلس الرئاسي. نحن نعرف جيدا أن المجلس الرئاسي الآن دخل عامه الثالث وهو يمارس مهامه من طرابلس دون أي اعتراف أو تصديق أو اعتماد من مجلس النواب، وماذا ذلك إذا زال المجتمع الدولي يقول بأن المجلس الرئاسي هو الشرعي، وأن كل المؤسسات الأخرى هي تعتبر مؤسسات موازية ويمنع التعامل معها ويتوقف في التعامل معها. أقول إن هذه الانسحابات هي مجرد مشاغبات، هي مجرد محاولة ضغوط حتى يعني يتم ابتزاز المجلس الرئاسي، ولكن في المقابل أنا أعتقد بأن السراج ومن بقي معه لن يرضخوا إلى هذه الابتزازات، لأنهم أصبحوا الآن عندهم خبرة في كيفية تعامل المجتمع الدولي مع هذه الأطراف، وهم ليسوا محتاجين لمثل هذه الأطراف. طيب ابقى معي أستاذ مروان وكذلك بقية الضيوف، نستأذنكم في فاصل قصير أيها الأخوة المشاهدون، فاصل ثم نعود إليكم. ندعو
المجتمع الدولي لمساعدتنا، ونحن لا نتحدث عن تدخل دولي بل نتحدث عن مساعدة دولية في تدريب، في تجهيز قواتنا، في تدريب شبابنا. نعيش ببلادنا يعني خير الأمان. هربنا من حرب لأن صار في حرب هون ومغلوب على أمرنا، ولا قوة إلا بالله، مطالب بيدنا شيء. رحنا على الشاليهات، تخبينا في الشاليهات، نروح على الشاليهات وين صفي قدامنا البحر، ما في غيرنا، وين من نعدي يعني، وين من نروح، وين من نجي، مغلوب على أمرنا. ما بدكم يانا نضل هون قاعدين بهالبلد، نطلع نقعد بغير بلد، نشوف حالنا وين نروح وين نجي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وربي يفرج على الأمة الإسلام والدول الإسلامية كلياتها براية لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والعزة لله. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. أعود إليك دكتور فؤاد، ربما خارج هذا السياق نريد تسليط الضوء حول مسألة مهمة، وهي زيارة وزير خارجية فرنسا المرتقبة غدا إن شاء الله. هل ما تحتوي هذه الزيارة من مطالب لفرنسا بتواجد عسكري في المنطقة الغربية؟ لو توضح لنا مغزى هذه الزيارة. هو بس نبي نأكد أني بنتكلم على شيء أخير يعني حول موضوع فتح المجبري. سنعود إليه فتح المجبري، لكن فقط حتى لا تفوتنا هذه القضية، فقط لأهميتها. لا بسرعة فقط. نعم. فتح المجبري طبعا طلب من وزراء برقة الانسحاب. نعم. وفي الحقيقة هم كانوا في وضع يعني صعب، لم يعرفوا ماذا عليهم أن يفعلوا، هل يبقوا في الحكومة أم لا. نعم. طبعا تمت التفاوض معهم، أو مش التفاوض، هو في الحقيقة سأل المسيطر على الشرقية ماذا عليهم أن يفعلوا، وجاتهم الأوامر بالبقاء. فلذلك انسحاب فتح المجبي لم يؤثر على وجود وزراء برقة الحكومة. وهذا طبعا وزير المالية المفوض هو المطلوب منه. هم كل وزراء، هم طلبوا من كل وزراء برقة الخروج. نعم. مش فقط وزير المالية. لكن طبعا وزير المالية كان مدير مكتب فتح المجبي، يعني هو مقرب ليه. أيوة. الأوامر صدرت من حفتر يعني. أيوة. ببقائهم في طرابلس. فهذه ممكن معلومة، وعلى يعني كأنه المجبري تم التضحية به، خرج من المجلس الرئاسي ولكن الوزراء سابق. هذه يعني نقطة نقولها يعني، بس الناس ما تعرفهاش. طيب. بالنسبة لزيارة لورتيان إلى طرابلس يوم غد، حيعقد هذه التسريبات اللي جاءتنا يعني. نعم. أنها حيكون هناك لقاء بين وزير الخارجية الفرنسي ورئيس المجلس الرئاسي ومع الوزير الخارجية، والأهم من هذا أنه حيكون هناك لقاء بينه وبين رئيس الأركان السيد الطويل وقادة المناطق العسكرية الجويلي ومروان والحداد وبعض القادة من مصراتة، لمحاولة إقناعهم القبول بتواجد عسكري فرنسي في مصراتة. هذا الطلب الفرنسي الجديد حقيقة اللي كان مفاجئ، طلع في الأسبوعين، تم تسريبه فقط الأسبوعين الماضيين.
واجتمع الفرنسيون بقادة حتى من مصراتة في تونس لمحاولة إقناعهم بالقبول بقوات فرنسية في مصراتة. والحجة طبعا هي محاربة الإرهاب اللي هو تم القضاء عليه كما يعلم الجميع، أن كانت هناك جيوب لازالت لداعش، ولكن هذا ما تريده فرنسا. الأسباب واضح أنها أسباب سياسية. طيب دكتور، لو كانت هذه الحجة لماذا لم تقم فرنسا بمساعدة بنيان مرصوص أثناء قتالهم في سرت؟ هو شوف الآن فرنسا أصبح الموضوع واضح يعني. تدخلات فرنسا في كل العالم الإسلامي مش حتى في العالم العربي واضحة صراحة، وأصبحت يعني حرب على كل الشعوب. اليوم في سوريا بعثت مساعدات لقوات الأسد يعني بعد تفاهم بينها وبين روسيا، تقصف الناس في مالي في النيجر، مشاكلها في ليبيا، والآن هذه آخر محاولة لها. يعني حتى المشروع الفرنسي يتعارض حتى مع مشاريع الدول الأوروبية الأخرى يعني. يعلم مؤتمر باريس، وأن مؤتمر باريس جاء بعد مؤتمر في لندن لم يخرج في الإعلام، كانت فيه كل الدول الكبرى حول ليبيا وأقروا أن المفروض تكون فيه لو ما وصلناش إلى حل انتخابات برلمانية. خرج الفرنسيون من المؤتمر على أساس أنهم موافقين، ثم دعوا إلى مؤتمر باريس اللي طبعا كل طيب دكتور، ربما دكتور فؤاد كان من الأشياء التي كانت تطرح بأن فرنسا تطالب بقاعدة عسكرية في الجنوب الليبي، ولكن ليس لأن يبلغ الأمر إلى أن تواجد عسكري في الشمال. لا، هو شوف السبب هنا سبب سياسي مش سبب عسكري. الفكرة مصرات فرنسا تريد أن تضغط بوجودها العسكري هناك على بعض الأطراف في مدينة مصراتة لتخرجها من اللعبة، أو على الأقل لأنها ممانعة للمشروع الفرنسي. تريد أن تفرض بعض الناس اللي هم موالين لها أو موالين المشروع الإماراتي، لا أدري التفاصيل حقيقة، من بيش ندخل في التفاصيل، ولكن تريد عن طريق هذه القاعدة العسكرية والتواجد العسكري في مدينة مصراتة فرض رؤيتها للحل على مدينة مصراتة، فالهدف سياسي أكثر. طيب من طيب دكتور، فقط دعني أخذ استطلع آراء الضيوف الآخرين ثم أعود إليك في نفس، نعود إلى قضية المجبري والمجلس الرئاسي. دكتور فرج، في هذه القضية هل ترى بأن فرنسا متسارعة في قضية التدخل العسكري في ليبيا والتواجد على الأرض، يعني ربما يكون شبه احتلال عسكري؟ هو بغض النظر حقيقة على هذا الموضوع، لكن أنا أريد أن أخذه من زاوية أخرى لربما مختلفة تماما، وهي حقيقة من اطلاع خاصي، اطلاع خاص لي. حقيقة فرنسا مهتمة بوجود أكثر من منفذ للجنوب الليبي، وأنا حقيقة أستطيع أعتقد جازما بأن الزحفات الأفريقية على جنوب ليبيا وفراغ الجنوب ديموغرافيا و ضم بشكل تقريبا على الأقل عمليا الآن جغرافيا إلى دول المستعمرات الأفريقية، أعتقد أنها تعمل في المخابرات الفرنسية على قدم وساق. وهذا الموضوع حقيقة لم ينكره السيد لوبان، وهو يعني حقيقة رئيس حزب السغندوار الفرنسي، هو إنسان صريح ويكره حقيقة العرب والمسلمين ويتكلم بكل صراحة. قال نحن في ليبيا نعمل بطريقتين أو بجهتين، جهة استخباراتية مهمتها تنظر لمصالح فرنسا العليا وهي تعمل بمنع عن الحكومة، وجهة أخرى سياسية تحاول أن توازن الوضع مع الدول الأخرى الأوروبية وغيرها، يعني عملية توازن. نعم. وحقيقة أنا أعتقد أن الفرنسيين أرادوا لربما يريدون منفذ للتواصل مع الجنوب عن طريق مصرات على اعتبارها يعني أحد المعابر التي تؤدي إلى الجنوب الليبي. وأنا حقيقة حتى أكون أكثر صراحة، كنت ألتقي يعني في فترة ماضية مع بعض المسؤولين الفرنسيين بفرنسا، ويقولونها لي صراحة، يعني يقولون لي صراحة، يقولون نحن مهتمين بليبيا لأن ليبيا تعتبر امتداد لدول نحن لدينا فيها مصالح كبيرة ونعتبرها مستعمرات قديمة،
وبالتالي كان القذافي يشكل لنا خلل يعني خطر كبير على تواجدنا هناك. ايضا صحيفه لبزغفاسيو الفرنسيه نشرت من شهور مقال بعنوان يعني بالشنليبي متفككه حاجه شيء من القبيل، وقالت ان بكل صراحه ان ليبيا عباره عن ثلاث مناطق مختلفه ثقافيا واجتماعيا، وان استطاع القذافي توحيدها بالقوه، وانها يمكن ان تكون ثلاث دول. وبالتالي انا اعتقد اختيار فرنسا للمنطقه الشرقيه هو ليس دعم لحفتر بقدر ما هو دعم لبعض النعرات الانفصاليه هناك، لانهم لا يعلمون ان انفصال او الحصول على الجنوب مباشره لا يمكن حدوثه الا من خلال وقوع ربما انفصال في الشرق، وهذا سوف يكون انفصال جنوب تصيل حاصل. نعم، وفضلا ان يواجه المشروع الفرنسي ايضا مشاريع اخرى غربيه ممكن يعني لعلها تتناقض وتتضارب مع المشروع الفرنسي ايضا. دكتور فرج، دعني اخذ استطلع ايضا راي استاذ مروان وهو ناشط سياسي من مصراته ومعني بهذا الامر. استاذ مروان، نريد رايك في قضيه هل يمكن ان تتواجد فرنسا عسكريا بالفعل قرب مصراته؟ لا اعتقد ان هذا الامر مفتوح للنقاش او انه وارد. كل ما هنالك ان هناك محاولات فرنسيه لحماية مصالحها في ليبيا كما تفعل الدول الأخرى، وهذا الأمر يمكن تحقيقه حتى بدون تواجد عسكري في المنطقة الغربية سواء كان في مصراتة أو طرابلس أو غيرها من الأماكن. اتجاه فرنسا أو توجه فرنسا ناحية الغرب الآن هذا مؤشر طيب يدل على أن مشروع الثورة المضادة في المنطقة الشرقية وهو مشروع الكرامة بدأ ينهار وبدأ يتلاشى، وأصبحت فرنسا تفكر في البحث عن حلفاء آخرين بعد أن أصبح حليفها الوحيد في ليبيا وهو خليفة حفتر، يعني يبدو أن مستقبله إلى ضياع، يعني لن يكون له مستقبل في ليبيا، ولذلك الآن فرنسا تبحث عن حلفاء آخرين. طيب أستاذ مروان، في نفس القضية الآن مصالح فرنسا هي في الجنوب الليبي، وبالتالي ربما توجهها للغرب أيضا تعزيز لموقفها في الشرق وليس مختلف. الحقيقة في الجنوب الليبي فرنسا ليس لها حليف قوي استراتيجي أو حليف له وجود في المنطقة الجنوبية. كل ما تفعله فرنسا في المنطقة الجنوبية هي التأثير على بعض المجموعات القبلية وإثارة الفتن والفوضى، لكن مشروع سياسي حقيقي في المنطقة الجنوبية لا يوجد أي معالم لمشروع سياسي حقيقي لعدم وجود حليف قوي في تلك المنطقة كما أقول، ولوجود نزاع قبلي قديم يعني على تلك المنطقة. لا ننسى أن النزاع ليس قبلي فقط ولكن حتى إثني، يعني هناك نزاع عرقي قبلي في تلك المنطقة يصعب كثيرا عملية الاستقرار وعملية إيجاد حليف يمكن أن يحقق مصالح فرنسا في المنطقة الجنوبية. في المنطقة الغربية يختلف الوضع، هناك كتل سياسية وكتل اجتماعية مستقرة ولديها ما يشبه المشروع. لا أستطيع أن أقول بأن هناك مشروع يعني واضح الملامح في المنطقة الغربية، ولكن بالفعل هناك كتل سكانية وملامح ربما تكون قريبة إلى مشروع سياسي، ربما هذه تنفع لأن تكون حليف يمكن من خلاله أن تدخل فرنسا إلى ليبيا وتحقق مصالحها. هناك خبر في يعني من يومين يمكن أن يصب في هذا المجال، وهو أن المؤسسة الوطنية للنفط عبر رئيسها مصطفى صنعلة يعني بدأ يبرم بعض العقود مع شركة توتال الفرنسية، وهذا كما قلت يعني الدول الأوروبية تبحث عن مصالحها، إيطاليا في ليبيا تبحث عن مصالحها، تبحث عن يعني شركة إني الإيطالية، كل الدول الأخرى الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، تركيا، كلها تبحث عن مصالحها. فإذا وجدت الحليف القوي الذي يحد يعني يحقق هذه المصالح تسير معه وربما تعقد هذه الاتفاقات. نعم. أنت الآن نظرت إليه من زاوية أخرى، ربما نعود إلى نفس الموضوع في سياق دكتور فؤاد. ربما انسحاب المجبري وما أثاره من اللغط يصب أيضا في قضية افتعال أزمات و
إثارة الفوضى ربما أيضا وعرقلة الانتخابات. لا لا تول في شيء أهم بكثير من الموضوع المجبري اللي هو اللي قالها الأستاذ الدكتور دردور واللي قالها الأستاذ مروان. نعم أنا أوافق تماما طبعا السيد فرج دردور في اللي قالها وأختلف تماما مع السيد مروان. الأمر أخطر من هذا بكثير، يعني النظر للدول الأوروبية الاستعمارية بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة على أن نظرتها هي مصلحية فقط هذا خطير جدا حقيقة. نعم. وهو بعيد جدا عن الواقع والواحد. مصلحة فرنسا أساسا في تفكيك ليبيا، يجب أن لا ننسى هذا. الفرنسيين بعد الحرب العالمية الثانية حاولوا تفكيك ليبيا والحصول على غزال، وفي الحقيقة هذا مش بدأ بعد الحرب العالمية الثانية، وإنما بدأ من سنة 1830 من بعد احتلال الجزائر ثم احتلال تونس في 1880. وللعلم حدود ولاية طرابلس العثمانية كانت أكبر بكثير جدا منها الآن، وخصوصا في اتجاه الغرب والجنوب. وكل هذه الأراضي قضمتها فرنسا. كان هدف فرنسا ذلك الوقت السيطرة على غدامس وغات، وذلك لأن المدخل الطبيعي لأفريقيا ليس هو الجزائر ولا تونس وإنما هو ليبيا، وهذا هو هدف الفرنسيين الحقيقي. فلذلك عندما نحن نتكلم لا والله الفرنسيين يريدون حليف في المنطقة الغربية، هذه رؤية خاطئة تماما. الفرنسيون ماذا يريدون؟ لا يعتمد لا على حفتر ولا على المنطقة الغربية. يعني حفتر صحيح هو حليف لفرنسا، ولكن المشروع هو مشروع اللي يقوم به حفتر، تفكيك ليبيا، إيصالها إلى مرحلة من الخراب لمحاولة السيطرة كالمشروع القديم الفرنسي القديم. طريقة الآلية يا دكتور، دكتور آلية يا دكتور، نحن الآن نصب في نفس الاتجاه، قضية أن تفكيك وأن حق تاريخي لفرنسا في الجنوب الليبي إلى آخره ومنفذ على البحر، لكن نريد الآلية عن طريق التحالف، عن طريق المكر السياسي، عن طريق التواجد العسكري في عجالة. الفرنسيين لا يبحثون عن حليف في المنطقة العربية. نعم. أو بالأحرى لا يبحثون عن حليف تهمه مصلحة ليبيا. هذه الكلمة الدقيقة يعني للموضوع. نعم. فليعتقد أنه هو يمكن أن يتحالف مع فرنسا. نعم. لأجل الوصول إلى يعني إلى أي حل فهو خاطئ. طيب دكتور، دكتور ذهبنا الوقت الحقيقة وفرضت علينا لأهمية الموضوع أيضا السير في هذا الاتجاه خطير. طيب سنعقد عليه حلقة أخرى، لكن أستاذ دكتور فرج ربما هل تريد إضافة شيء؟ في الآن فرنسا ليست مجرد يعني تكتيك سياسي تلعبه الآن بهذه بالتوجه ناحية الغربية، إنما تريد أن تفرض شيء على الليبيين. هو حقيقة مصداقية لكلام الدكتور محمد فؤاد. نعم. هي فرنسا حقيقة تبحث على حركة لوجستية في البلاد بطريقة أخرى عن طريق منافذ. ومسألة المصالح، أنا في اعتقادي أن الكعكة الليبية والمصالح هي ليست قرار ليبي وإنما قرار الدول هذه الأوروبية والدول الكبرى. نعم. اللي تعمل في ليبيا هذه عندما تتوصل، أو تاريخيا على فكرة ليس اليوم فقط، عندما تتوصل إلى تقاسم إدخال شركة توتال والشركتين الإيطالية وكذا، عندما يتفقون الأوروبيون هم فيما بينهم على التقاسم يعرضونها على الطرف الليبي، والطرف الليبي لا يوجد طرف قوي يرفض هذا التقاسم على فكرة. يعني لم نشاهد أو نسمع في تاريخ ليبيا، على الرغم من العداء القذافي اللي كان معلن للأمريكان، ولكن الشركات الأمريكية كانت تعمل بقوة في مجال النفط. طيب لأن حتى القذافي هناك من يرى أنه رجل أمريكي وجاء بانقلاب أمريكي، بالتالي وحتى توحيد ليبيا وحدها الملك لم يوحدها القذافي. لا هو مسألة يعني احنا العرب حقيقة منذ فترة فقدنا مسألة قرارنا، يعني قرارنا ليس بيدنا، وبالتالي هناك خطوط حمراء فيما يتعلق بالنفط ومن يديره ومن يستخلصه والشركات اللي تعمل فيه. هذا يخضع للتقاسم بين هذه الدول، ولا تستشار فيه ليبيا إلا للتنفيذ، يعرض عليه للتنفيذ، وهذا الذي كان يحصل. ما أنا أعتقد لم تتغير خارطة الاقتصادية فيما يتعلق بالنفط، ما زالت أن هي من أيام القذافي قاعد الشركات الأمريكية تعمل والفرنسية تعمل والإيطالية تعمل، ولم يأتي أي شيء جديد. هي طيب. نفسها وحتى استمر على فكر نفس العملية. إلا أن يملك الشعب زمام أمره ويتحصل على حريته كاملة ربما يتغير الحال. عذرا على المقاطعة دكتور فرج. ختاما أستاذ مروان في أقل من دقيقة نريد أن نختم هذه الحلقة.
نعم، المشهد السياسي في ليبيا لازال معقدا، ولازالت الفرص يعني الخروج من هذه المعضلة بعيدة بعض الشيء، ولكن أعتقد أني متفائل بعض الشيء، لأن كل الأطراف التي كانت سبب في هذا الإشكال أو سبب الصراعات سوف تختفي قريبا، ومن ضمنها ميليشيات الكرامة في المنطقة الشرقية. أيضا الاتفاق السياسي لابد أن يعدل وأن يتغير، ولن يظل على ما هو عليه، الحاجة ملحة لذلك، وهذا سيكون متاحا في المستقبل القريب أيضا. نعم. نشكرك أستاذ مروان الدرقاش الناشط السياسي، كما نشكر أيضا الدكتور فرج دردور والدكتور محمد فؤاد، بارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.